بيعتمد عليه فرنسا لزرزو لزيدان ومن الجنب الشمال وضربة ركنية، تاني ضربة ركنية أعزائي المشاهدين في دقيقة واحدة. أول مرة برضو نشوف زيدان في الناحية الشمال من منطقة جزاء جنوب أفريقيا، يعني واضح إن زيدان ابتدى يتحرك بدل ما بيلعب ساقط ورا الاثنين فراودة بتوعه، ابتدى يدخل معاهم منطقة الجزاء وعلى الجناب ربما يجد ثغرة للمرمى جنوب أفريقيا. الضربة الركنية وفرنسا والهدف الأول لمنتخب فرنسا، بتتلعب على العارضة القريبة من زيدان، يطلع عليها دوجاري، لسه بنقول دوجاري ملوش رصيد في الأهداف في المنتخب في منتخب فرنسا، لكن هداف كبير وصادف سوء حظ، لكن بيعلن عن نفسه هنا أعزائي المشاهدين ويحرز الهدف الفرنسي الأول في المباراة. هدف فرنسا الأول من ضربة ركنية، كان ضغط الحقيقة من المنتخب الفرنسي وخد ضربتين ركنيتين في دقيقة واحدة، وزيدان هنا بالمقاس على العارضة القريبة، طالع زيدان من أعلى نقطة في حراسة لوكاس راديبي ومارك فيش ويحرز الهدف الأول. وادي فوك طلع على الفاضي هنا، وراديبي هنا بيشوف الكرة وضربت في القايم الشمال ودخلت، غمزها حلوة جدا دوجاري. طبعا خطأ قاتل، وده أول خطأ لمارك فيش، حتى شوف اهو يعني هنا الفرحة الفرنسية، لكن أعتقد لو رحنا على الجانب الثاني هنلاقي حزن شديد جدا لأن خطأ قاتل مارك